الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والامين المصطفى وعلى صحابته الكرام واهل بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد، اخوتي الكرام، الناس تشرب اعناقهم ليعلموا اين مقامهم عند ربهم جل في علاه. وان اردت ان تعرف مقامك فانظر اين اقامك. واقامه الله للعباد مرتبه ترتيب غير اقامه الناس للناس. فمقياس الناس عند رب الناس القلوب، ومقياس الناس عند رب الناس، ومقياس الناس عند الناس الدرهم والدينار والوجاهه وغير ذلك. هناك حديث طويل عن النبي صلى الله عليه وسلم، مر رجل فقال لمن يجلس بجانبه: ماذا تقولون في هذا الرجل؟ قالوا: هذا الرجل كان غنيا ثريا، هذا الرجل ان كان يعني إذا تكلم سمع له، إذا تكلم يسمع، وإذا نكح ينكح، وإذا قال يسمع، وإذا أمر يؤتمر بأمره، أو كما قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم. ثم مر رجل آخر فقير رث الهيئة، لكنه رجل عند ربه له ما له من المقام في طهارة القلب ونقائه كما سنبين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ماذا تقولون في هذا الرجل؟ قالوا: هذا حري به إذا تكلم لا يسمع، وإذا نكح لا ينكح، وإذا خطب لا يخطب، وإذا أمر لا يؤتمر بأمره. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذا عند الله بملء الأرض من هذا، إن هذا عند الله بملء الأرض من هذا. في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه. نستغفر الله على الهجوم عليها ونتوب إليه. قال: وهذا الشاهد الذي أريده من الحديث، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب، ألا وهي القلب. فحقيقة الأمر أن الله جل في علاه عند محل نظره لعباده في قلوبهم، كما في الصحيح أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله لا ينظر إلى وجوهكم ولا إلى أموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم. وفي رواية: إن الله ينظر إلى قلوبكم. فمحل نظر الله جل في علاه القلب. ولذلك قال الله تعالى: ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. وأيضا قال الله تعالى: يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم. المسألة دائرة على القلوب، ثبات وسداد ورشاد وفلاح، وفي الآخرة النجاة مدارها على القلب، هلاك عذاب خذلان تقريع توبيخ مدارها على القلب. النبي صلى الله عليه وسلم كان أكثر ما يدعو به يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، ويا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك. فقالت له زوجه: يا رسول الله أتخشى وأنت رسول الله؟ قال: وما لي لا أخشى، والقلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، والقلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. لذلك قال الله تعالى: إن الله يحول بين المرء وقلبه. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني صباح مساء يدعو ويقول: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. وأيضا قد قال الله تعالى مبينا أن مدار الفتنة على القلوب: وما يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم. فالقلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن، وإن أراد بعبد فتنة فتن قلبه. فالقلب إذا امتلأ بالشبهات والشهوات ضاع وهلك المرء، لأن القلب يؤثر على الجوارح. فالقلب ملك والجوارح جنود، كما قال أبو هريرة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. فمحل نظر الله القلوب، محل نظر الله سبحانه وتعالى في العبد القلوب. إن الله لا ينظر إلى قلوبكم، لا ينظر إلى وجوهكم ولا إلى صوركم، ولكن ينظر إلى قلوبكم، وفي رواية إلى أعمالكم، لأن الأعمال نابتة
عما ثبت في القلب. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: يدخل الجنة كل صدوق اللسان مخموم القلب. قالوا: يا رسول الله، أما صدوق اللسان فقد علمناه، فما مخموم القلب؟ قال: القلب التقي النقي، لا غل فيه، لا حسد فيه ولا غل، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يدخل الجنة أناس أفئدتهم كأفئدة الطير. قال العلماء في تفسير قول النبي صلى الله عليه وسلم أفئدتهم كأفئدة الطير، قالوا: امتلأت توكلا، ولا تمتلئ توكلا إلا إذا امتلأت نقاء وطهارة وأيضا حسن ظن في الله جل في علاه. والتفسير الثاني أنها امتلأت رقة ورحمة، وهذا الأغلب، وهذا الأغلب. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يدخل الجنة أول زمرة تدخل الجنة على قلب رجل واحد، كلها اتفقت واتحدت قلوبهم. ولذلك الله تعالى قال منكرا على أهل الكفر: تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، أما أهل الإيمان فعلى قلب رجل واحد. لذلك يحب الله من العبد أن يكون كذلك، وأن يكون تقي القلب، نقي القلب. ولذلك لما جاء ابن سعد بن أبي وقاص قال: أنت ها هنا وتركت الناس يتقاتلون على يعني على الإمارة، قال: دعني، وكان يستعيذ بالله منه: دعني، فإن النبي قال: إن الله يحب العبد التقي النقي الغني. فهو تقي القلب وتقوى القلب، تقوى القلب تصل بالإنسان إلى المعالي. فمقياس الناس عند رب الناس ما في القلوب، حتى النجاة، حتى تعاظم الحسنات وتضاعف الحسنات على القلوب، حتى قبول الأعمال ورد الأعمال أيضا على القلوب. القلب إن لم يمتلئ إخلاصا لا يقبل العمل. فشرط قبول العمل شرطان أساسيان، وهما الإخلاص والمتابعة. قال الله تعالى: ليبلوكم أيكم أحسن عملا. قال الفضيل بن عياض: أحسن أخلصوا وأصوبوا. فقالوا: يا إمام، وما أخلصوا وما أصوبوا؟ قال: إذا كان العمل إخلاصا لله ولم يكن صوابا لا يقبل، وإذا كان صوابا يعني متبعا فيه السنة ولم يكن إخلاصا لا يقبل. إن الله لا يقبل العمل إلا ما كان صالحا وابتغى به وجهه. ولذلك قال النبي، قال الله تعالى، أو قال الفضيل: اقرأوا قول الله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله قال: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. إذن محط قبول الأعمال على الإخلاص، وردها أيضا على الإخلاص، ومحط منزلة الإنسان عند ربي جل في علاه على الإخلاص، الذي هو من أهم وأخص أعمال القلوب. فميزان الناس جميعا عند ربهم بالقلوب. ولذلك قال الله تعالى: إلا من أتى الله بقلب سليم، إلا من أتى الله بقلب سليم. فالقلب التقي النقي صاحبه يكون في المكان العلي، في جوار ربنا العلي سبحانه جل في علاه. ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان الأوابين غفورا. ولذلك شوف، قال الله تعالى على بضدها تتباني الأشياء. قال الله جل في علاه على مدار الفتنة والهلاك والزيج والروغان في القلوب، قال الله تعالى: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. وجب علينا أن نفقه فقها دقيقا في حسن التعامل مع الله جل في علاه، وأن نربي قلوبنا. وهذا الذي كان يحدث مع صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانوا يربون القلوب، كانوا يستصلحون القلوب، وكانوا يعلمون بأن محط نظر الله جل في علاه للعباد القلب، ومقياس الناس عند رب الناس القلوب. قلنا بأن دخول الجنة أيضا على القلوب، مدار الاستفاء، مدار النبوة، مدار الصديقية، مدار العلم، مدار تعاظم الحسنات، كلها على القلوب كما سيأتي. وأعمال القلوب كثيرة، وأعظم هذه الأعمال الصدق مع الله جل في علاه. إذن نصل إلى هذه المسألة والمحطة المهمة التي نتكلم عنها في قلوب طابت وانتقت فامتلأت نورا، كما قال ابن عمر: نزل القرآن تعلمنا الإيمان فامتلأ القلب نورا بالإيمان. بشاشة الإيمان إذا دعبت القلب وامتلأت للقلب صار المرء كالملائكة. قال: فنزل القرآن فاتحد نور القرآن مع نور الإيمان فامتلأ القلب
إيمانا، وإذا امتلأ القلب إيمانا وكان فيه الطهر والنقاء، فإن صاحب هذا القلب صاحب مقدمة، هو أسوة لغيره، بل هو عند ربي له المنزلة العالية كما سيأتي. وأهم ما يكون في أعمال القلوب بعد نقائها وطهرها الصدق، صدق القلوب مع الله جل وعلا، أصدق الله يصدقك، وهذا إن شاء الله سيأتي تفصيله في الحلقات القادمة. قلوب طابت وطهرت فصدقت فأثمرت، سنرى كيف تكون الثمرة إذا كان القلب نقيا تقيا وصاحبه استصلحه فامتلأ نقاء، ثم بعد ذلك حسن ظن بالله جل وعلا فصدقت الله جل وعلا، كيف تكون الثمرة؟ هذا يكون في الحلقات القادمة مع القلوب الصادقة. نسأل الله جل وعلا أن يجعل قلوبنا طاهرة صادقة خالصة لله وحده لا شريك له. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. لله كل صفات الحمد كاملة، هو المنزه عن نقص وإخلال، لله تشتاق أرواح متيمة، لا أبعد الله هذا الشوق عنه.